المشاهدين الأكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإرترية ونستهلها بأهم العناوين. التعليق السياسي يؤكد مساهمة المجتمع في الجهود الجارية لتنمية الوطن. نجاح تجربة مشروع علي قدر في الزراعة. عدم حصول المرشحين الأغلبية الكافية في انتخابات ليبيريا. وهطول أمطار غزيرة في غواتيمالا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد التعليق الأسبوعي على وجوب مساهمة المجتمع بدور دافع حسب الإمكانات في الجهود الجارية لتنمية القدرات والمعرفة باعتبارها هدف وطني وهام. وذكر التعليق الصادر بعنوان فلنسعى جميعا من أجل المعرفة أن استراتيجيتنا للتطور ترتكز أساسا على الإنسان لكونه يقوم بدور هام لتحقيق التطور، مشيرا بذلك إلى الميثاق الوطني. وأشار إلى عدم إمكانية التفكير في تحقيق التطور دون بناء نظام تعليمي متطور بعمل على تنمية القدرات والمعرفة العصرية التي تؤدي لتطور الإنسان والوطن، موضحا بأن الحكومة الإريترية وانتقالا من هذه النظرة تقوم بمنصرفات ضخمة لحصول كافة المواطنين وخاصة الأطفال والشباب على خدمات تعليمية متوازنة ومجانية وتنشئتهم بالعلم والمعرفة للارتقاء بحياتهم وخدمة وطنهم. ونوه التعليق إلى أن المؤسسات التعليمية تقوم بدور طليعي لتطوير القدرات البشرية بدءا من التعليم قبل الأساسي وحتى التعليم الأكاديمي النظامي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدا على أهمية وجود إدارة تعليمية قوية تساهم بدور المستقبل الأجيال بدور فعال في تنفيذ الخطط الوطنية وبرامج العمل وتعمل على المراقبة والمتابعة اللصيقة وتقييم النواقص والقصور في أوانه وتعمل من أجل الجودة والكفاءة. وأوضح التعليق أن من غير المقبول بحث الذرائع للتغطية على أوجه القصور بإدعاء أن هذا الجيل غير مهتم بالتعليم أو تقديم ذرائع غير أساسية مرتبطة باحتياجات المعلمين، مشيرا إلى أنه يتوجب معرفة أن فشل الطلاب ليس المسؤول عنه الطلاب في غالب الأحيان بل المدرسة والنظام التعليمي. وشدد التعليق الأسبوعي بأن التعليم لا يخص المؤسسات التعليمية وحدها وإنما المجتمع عامة، ولهذا فإن سعي المجتمع عامة من أجل كفاءة وجودة الخدمات التعليمية يعود بالفائدة للفرد والأسرة والمجتمع والوطن، مذكرا الجميع للسعي الدؤوب من أجل المعرفة للارتقاء لأعلى مراقي التطور. أكد المدير التنفيذي لمشروع علي قدر الزراعية السيد يماني قبرة تنسائي نجاح تجربة زراعة السمسم والقطن والذرة الشامية والصوف في المشروع وأهمية توسيع نطاق توزيع بذورها للمزارعين في المواسم القادمة. وأضاف السيد يماني أن المشروع يقوم بما يلزم اتجاه المزارعين للانتقال إلى الزراعة المروية ولجني محاصيل زراعية مرتين في العام، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الزيتية في إثراء التربة. وأضاف خبير علوم الشتول الشاب ملقيطة إساق أن تجربة المحاصيل الزيتية في نطاق محدود خرجت التجربة بأفضل أنواع بذور الذرة، موصيا المزارعين للتركيز على مثل هذه المحاصيل بعد نجاح التجربة. وأوضح المدير التنفيذي لمشروع علي قدر الزراعية السيد يماني قبرة تنسائي أن المشروع يشهد على مدى عام إرساء بنية تحتية زراعية ودعا المزارعين للوقوف على النشاطات الزراعية عن كثب. سيفتتح مساء اليوم في العاصمة الإيطالية روما مهرجان الإريتريين المقيمين في إيطاليا. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان السيد عقباي فريمدهن أن المهرجان الذي يستمر حتى 16 من أكتوبر يحتوي على معرض للصور والقرى التراثية ومسابقة ملكة جمال مهرجان 2011 وبرامج لاتحاد المرأة والشباب وسيمينار لمسؤول عالي المستوى في الحكومة الإريترية وفعاليات أخرى. وأشار السيد عقبة إلى أن المهرجان سيشارك فيه الآلاف من الإريتريين المقيمين في مختلف المدن الإيطالية، وستحيي فرقة أسر الفنية حفلات فنية في المهرجان. انتخب سكان الضاحية فرحين بمديرية حمل مالو في إقليم عنسبة مدراء الضواحي ومساعديهم. وأكدت كل من السيدة عافية عمر والسيد سعيد محمد أحمد والسيد محمد علي صالح من سكان دانقربان نجاح الحدث الذي يتميز بمساواة المرأة والرجل. هذا وأكد المدير المؤقت لمديرية حمل مالو السيد فتوي قبر مسقل في الكلمة التي ألقاها أمام سكان ثمانية قرى أن حسن اختيار الشعب لممثليه دليل على وعيه التام، مشيدا بمشاركة المرأة الملحوظ في الانتخابات.
قال مدير مديرية أفعبت السيد عبد محمد تلكي أن المزارع الواقعة في مساحة 1500 هكتار على الهضاب بلغت مرحلة الإثمار ويتوقع منها إنتاج وفير، وأوضح بأن أنشطة نفير شعبية قد نفذت في الأعوام الثلاثة الماضية لبناء الحواجز المائية وحماية التربة وحفظ المياه بهدف رفع الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى التوقع بإنتاج أكبر هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وذكر عن وجود برنامج لبناء سد في ضاحية جلامت، واكتملت الدراسات لتحويل مجرى وادي شيكاليري مزارع فلكت وقبقب، وأوضح عن إقامة محميات في فلكت وجلامت لتنمية الحيوانات والغابات، وبدأت الأشجار والحيوانات التي وصلت مرحلة الانقراض بالنمو مجدداً. وأشار إلى أن المزارع الموجودة في أغلب المناطق الشرقية من المديرية تجري حراستها وأن المزارعين ينشطون بفعالية. وقال مدير مديرية أفعبت السيد عبد محمد تلكي أن أعمالا ناجحة قد نفذت في المديرية لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق، موضحا وفرة مياه الشرب والسقي نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا العام. طالب سكان ضواحي الشعب سلبا ويقعر وإيرا تحتي ودرسينا بمديرية عيلة برعد بإقليم عنسبة الجهات المعنية لتوفير آليات لصيانة الطريق المؤدي إلى ضواحيهم بعد النتائج غير المرضية التي قاموا بها سابقا عبر النفير الجماعي. وقال المواطنون أنه رغم توفر كافة المؤسسات الخدمية في الضواحي المذكورة إلا أن سوء الطريق لم يمكن الأمهات والحوامل من الوصول إلى المؤسسات الصحية في الوقت المناسب. وبعد أن أعرب كل من السيد عثمان صالح سعيد والسيدة لتا أملاح عقبازقي والسيد الزازي عامر عن ارتياحهم التام بما تحقق ويتحقق من إنجازات لتضييق الهوة ما بين الحضر والريف، طالبوا جهات الاختصاص لتوفير الآليات لصيانة الطريق لضمان استمراريته. من جهته قال مدير ضاحية دبرسينا السيد كالو أسقودوم أن وضع الطريق حتى وإن لم يكن على ذات المستوى المذكور إلى أنه يحتاج لحل جذري. الجدير بالذكر أن الطرق التي تحتاج إلى الصيانة هي طرق إلى برع دبرسينا وإلى برع شعب سلبا وإلى برع يقعر وطريق بلوى إيرا تحتاي. دعا قائد شرطة مديرية أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر المقدم تخلى برهان يوهنس الشباب لتعزيز دورهم في مكافحة الجرائم. جاء ذلك في السمينار الذي عقده مؤخرا للشباب، واستعرض فيه الخصال الثقافية الحميدة والقيم المجتمعية النبيلة للشعب الإريتري الدافعة إلى التمسك بها ونقلها للأجيال محملا الشباب مسؤولية ذلك. كما أشار مسؤول الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع المديرية الشاب جابر محمود علي الجهود المقدرة التي يقوم بها الفرع لتنشئة الشباب على السلوك الحضاري، وأكد الحضور من الشباب تفعيلهم لما جاء في السيمينار وأمنوا على أهمية مثل هذه المحاضرات. مشاهدينا الأكارم نشرة إعلامية متواصلة بعد الفاصل.